تعرف الأندلس اتسمت بالأندلس ليه؟ كان في بعض القبائل الهمجية جت من السويد والنرويج والدنمارك وغيرهم، وهجمت على منطقة الأندلس وعاشوا فيها فترة زمنية كبيرة جدا، والقبائل دي كان اسمها الفندال أو الوندال، يقال إن اسمهم كده باللغة العربية، واتسمت بفندلسيا على اسم القبائل اللي بتعيش هناك، وبقت أندلسيا، وبعد كده بقت أندلس المتعارف عليه. القبائل دي كانت همجية جدا وحشية جدا وما يهمهمش غير الخطر. دخل المسلمون بلاد الأندلس فاتحين بقيادة طارق بن زياد رحمه الله، وخرجوا منها بعد سقوط غرناطة على يد الصليبيين من الأسبان وغيرهم، وده يعرفنا ان حكم المسلمين في الأندلس قعد حوالي 781 سنة. نسأل الله أن يعيدها لأحضان المسلمين مرة أخرى.